بيبقى مهم كده من وقت للتاني ان احنا نشوف ترجمة للجهود اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت وانعكاساتها كمان على المواطن وعلى اقتصاد الدولة. صحيح في أزمة دولية، وصحيح كمان انه في أزمة غذاء في العالم كله، وبالتأكيد مصر من الدول اللي تأثرت، لكن المهم ما هو حجم هذا التأثر؟ ايه اللي كان هيحصل لو انت مش جاهز بمشاريع تقدر انك تساعد، او ان هذه المشاريع تساعد في توفير احتياجات المواطن الأساسية؟ اعتقد ان الشغل اللي اتعمل في توشكا، في مشروع مستقبل مصر، في مشروع دلتا الجديدة، في 100,000 صوبة زراعية وغيرها، في 1.5 مليون فدان كمان، كل هذه المشاريع ساعدتنا بشكل كبير جدا في توفير الأمن الغذائي. أعتقد أن كل المشاريع الزراعية العملاقة دي إحنا بنجني ثمارها دلوقتي، هي اللي ساعدتنا أن يبقى عندنا احتياطي من السلع الأساسية لمدة 7 شهور قدام. المشاريع دي هي اللي ساعدتنا أن يبقى عندنا أكبر محصول للقمح السنة دي، وأن ما يكونش عندنا أزمة في الخضار والفاكهة. اللي حصل في المشاريع دي هي نتيجة رؤية دولة عاملة حسابها كويس قوي وعارفة ازاي تشتغل وتخطط لبكرة، ومش بس كده، لا هتكمل كمان في انها تطور وتعظم انتاجية قطاع ومهم حيوي جدا زي قطاع الزراعة. كل حاجة بتتعمل معمول حسابها، في خطة ورؤية واضحة، ما فيش حاجة متروكة أبدا للصدفة، بدليل ان احنا شفنا حجم الانجاز الكبير اللي اتعمل في المشروعات الزراعية، ولسه كل يوم بيضاف مساحات وأراضي زراعية جديدة. امبارح على سبيل المثال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإضافة مساحات جديدة للرقع الزراعية المستصلحة في توشكا، وكمان تطوير نظم الري والوسائل الزراعية، وكمان توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم هذا المشروع. عارف انت كلمة جت في وقتها؟ هي دي المشروعات اللي فعلا جت في وقتها. احنا بنتكلم عن أراضي كانت صحراء، كانت صخور، اتحولت فجأة كده بالعزم وبالتخطيط لمساحات خضراء وزراعات وخير لينا كلنا كمصريين. مشروعات قدرت توفر منتجات بجودة عالية وبتحقق أمن غذائي، وفي نفس الوقت بتساعد في الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية أو أنواع كتير منها، بتساهم كمان في إنها تقلل فاتورة الاستيراد وتوفر عملة صعبة. عشان كده إن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.